رجعت للوزارة لقيت مدير المكتب مالي ده يبكي. قلت له يا ولد صفاء ايش بيك، شنو القصة؟ ليه ده تبكي؟ ما يجاوبني. قلت له احكي لي شنو القصة، يا صار شيء؟ سكت ما حكى شيء. أشر لي هيك، فتت الغرفة دي شفت خالي البريد، فتحت البريد أول ورقة موجودة بالبريد قرأتها: يحال المهندس غسان عبد الله رضوان وكيل أقدم لوزارة النقل والمواصلات على التقاعد على الوزارة تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. فما لحقت طولت غير شهرين بحيث بدينا دا نشتغل وجاني أمر الإحالة على التقاعد. شنو كانت الأسباب، أسباب إحالتك؟ والله ما تدري فيها الأسباب، يعني يمكن مو هذا المجال اللي طرحه بالوقت الحاضر، يعني جنابك كلها هذا المجال مو لذكرها. لا مو ما أريد أمس في أشخاص، لأن عرفت كثير من الأشخاص اللي كانوا مسؤولين بالدولة لقضايا شخصية أو لقضايا وجود شخص في محل بهذا المنصب، لأنه وراها ورا ما طلعت تقاعد كان عندي معارف. رحت على وكيل رئيس الديوان دا أسأله، قلت له أرد أفتهم، أنتوا طلعتوني تقاعد؟ قال مو إحنا طلعتك تقاعد. قلت له أمر ديوان الرئاسة مرسوم جمهوري، من اللي طلعني؟ فيعني حكالي الوضعية، قال لي هيك وهيك وهيك القصة، بس أنا ما أريد أحكي بها أبدا لأنه تمس أشخاص قسم منهم لا يزالون وقسم من ولو غالبيتهم توفوا راحوا الدار حقهم، بس ما اريد نسمهم في يعني هسه بدون تسميه الاسماء. شنو كانت الدوافع؟ قلت لك الدوافع اولا اللي صار عندي خلاف مع الشخص اللي كان السبب الرئيسي في اخراجي، وانا كنت على حق، صار تحقيق بيناتنا برئاسه. خلاف حول شنو؟ بالشغل، ماكو يعني طبيعه عملنا، انا كنت شخص فني وهو يعني مو ديش المعلومات كان بيها، فاختلفنا، صار شكوى عدة مرات، يصير تحقيق من الديوان أطلع برا. فظلت هذه يعني في زمن المرحوم الوزير عبد الجبار الأسدي؟ لا 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 مو في زمنه، لا من طلع التقاعد مو بزمن عبد الجبار الأسدي، لأن وراء عبد الجبار الأسدي الله يرحمه ابن براز جوهرة، ذاك كان الرجل استلم الوزارة المرحوم محمد حمزة الزبيدي عضو قيادة. فظليت وياه لغاية صار العدوان مال سنة 91. فهو أرسل إلى المنطقة الجنوبية من صارت حركة الغوغاء واللي صارت دي يقضي عليها، فدز لي ورقة كلفني أنه يجب أن تمشي أمور الوزارة. ورا ما توقف القتال وراها وقفت الأمور كلها، تشكلت وزارة في ذاك الوقت برئاسة الدكتور سعدون حمالي، الأستاذ محمد حمزة صار نائب رئيس وزراء في ذاك الوقت، عينونا وزير مواصلات الله يرحمه الفريق عبد الستار المعيني. في حالتي صارت بزمن عبد الستار المعيني. من جاني الأمر كان موجود بالليل ديداوم الرجل، قلت له أبو رنا هاي شنو القصة؟ شون طلعت تقاعد بعد تو دري تشتغل نبدي نصلح العراق؟ قال والله أنا ما أعرف، يعني أنا صار لي شهر وزير، معقولة أنت الوكيل الأقدم أطلعك تقاعد غير أجي أستفاد منك تعطيني المعلومات من؟ فرأساً عرفت أن الموضوع مو منه، من جهة أخرى، فجاوزت الموضوع. اللي صار بعدها عرفت أن يعني بذاك الأمر صار علي تجني كبير جدا، تركت الوضعية. من قبل؟ من قبل الشخص اللي أدى إلى حالتي على التقاعد التي اشتعرت بأمر وهي راح الدار حقه. هذا برنامج اسمه أوراق مطوية، احنا ده نكشف هاي الوراق بس لا خمر يندمش الموتى الله يرحمهم. لا كل من يعني يترحم الله سبحانه وتعالى عليهم ويغفر لهم.